مشكلة. السنة الرابعة هاي هم ما راح يغلبونا. ما يغلبونا للسنة الرابعة تواليا. زين ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. وان شاء الله حتى مربع ما يشوف. راح تنتهي الكرة الأرضية وانت ما تاخذ دوري. يا احمد يعني انا صار لك واحد ايش قلك صار لك واحد ايش سنه ما حكيت انا جاي لا لا عادي لا جاي اقول جاي اقول ما يغلبني هو قبل وين راح راح للانجازات يعني شوف ما جادني زين خلي يغلبني اول شيء وخلي اخذ الانجاز صار له ست ما اللعبات وما له فايزين بس وقف شنو شو تريد دوري انت ما تشوف دوري بالله انت ما تشوف دوري باوع انت توفيق اله ما عندك بالقران لين باع حياتكم وتركضون على الفلوس تركضون طبعا رايي محترم والدليل والدليل اليوم لعبتهم اللعبه ملعبهم ومسوينها 20 قال الدور على الفلوس على العموم على العموم ما لنا علاقه احنا فوزنا على الزوراء هو دوري وعليه وعليه خلنا خدمك خلنا خدمك خلنا ابو سيدك حبيبي هاي الفلوس اعطيتوها هاي السنه لو عدنا ومطيحنا بصوره صحيحه من الاستاذ فلاح حسن لو مطيها وموظف لاعبين صح والله العظيم لعبتنا يصير حضرت جوال والله العظيم وانتم مصير منشئ يا حبيبي لا لا والله اليوم اجيب لي شباب ودليل الكرخ الكرخ ما شاء الله شباب وهاي وجاي يقدم مستوى عالي نادي نوروز شباب وما وموعتهم لا سوبر ولا هاي يقدم مستوى عالي طالع اي اي 2-1 للزوراء 2-1 للزوراء ناخذ كابتن احنا بس على مود بعيدا عن بعيدا عن النتيجه